توتة الحين يا توتة. مالك يا هند؟ حيسفروني على مصر عشان اتعلم الغنى، عاوزين يحرموني من العلم والادب. ما تقهريش روحك ابدا يا حبيبتي، انا جبتلك مجموعه كتب علميه هتعجبك قوي. ادي تاريخ الادب العربي، وادي الشوقيات، وادي مقدمه ابن خلدون. متشكره متشكره جدا يا توت. اسمحي لي بقى اقدم لك هديه عزيزه جدا على ماما. اتفضلي. سورة ام كلثوم وعليها امضتها كمان. نمرتك يا مدموزيل هند، اتفضلي. طيب عرفنا خلاص. انا عاوز انط من الشباك واهرب من هنا. طب وليه بس؟ عاوزيني اطلع في الاستعراض واغني قدام الجمهور. يا بختك، اه لو اقدر البس هدومك واطلع اغني بدالي. مش ممكن. يعني هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتير قوي. هيحصل ايه؟ ولا حاجة. يعني البس؟ البسي. انت كنت هتغني ايه؟ ربيع لبنان. هتضحك قوي قوي. مش هي دي؟ تراري راي 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 راي